رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللهم امين اما بعد مشاهدي الكرام سلام الله عليكم وتحياته ورحماته وبركاته اهلا بحضراتكم معنا في برنامجكم الحياه اخلاق ولازلنا نتحدث عن الآداب الإسلامية، وبدأت مع حضراتكم في الحديث عن الأدب مع النفس البشرية، وقلت أن من الأدب مع النفس البشرية أن نحاسبها، كما قال سيدنا عمر: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. النهارده إن شاء الله من الأدب مع النفس النفس البشريه التوبه والاوبه النفس تميل دائما وابدا الى نتن الطين الذي خلقت منه، وربنا يقول لنا في القرآن "وما أبرئ نفسي" على لسان سيدنا يوسف "وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي" يبقى نفسك البشرية هتميل دائما وابدا إلى العصيان الى الذنوب الى الاثام الى السيئات تقوم انت تعمل ايه تقوم انت تسارع وتبادر بالتوبة والأوبة الأوبة يعني الرجوع أواب إن إبراهيم لحليم أواه منيب كثير العودة والرجوع والتوبة والأوبة إلى الله تؤمن تتوب ربنا يقول لك في القرآن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون وربنا يقول لنا في القرآن يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبوا توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه ربنا بيقول لك توب وعود وارجع وسيدنا النبي يقول في الحديث إن الله تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها هيرد واحد علي وهترد واحدة علي وتقول لي ذنوب كتير وسيئات كثيرة والصحيفة مليئة بالسواد الصحيفة بقت سوداء مظلمة من كثرة المعاصي والذنوب والاثام، هقول لك اسمع مني هذه الكلمه يا من عصى ثم اعتدى ثم اقترف ثم اهتدى ثم ارتوى ثم اعترف، عصى واعتدى واقترف وبعدين وقف مع نفسه وقفه اهتدى ارتوى اعترف ابشر بقول الله في تنزيله إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف لما تتوب وتعود إلى الله ربنا يغفر لك ما مضى لن تسأل عما مضى وسيصلح لك ما بقي من عمرك لأنه علم منك أنك صادق في الإقبال واللجوء إليه سبحانه وتعالى أهم حاجة تبقى مقبل على الله خلاص أقف معنا نفسك واقفه وكان سيدنا عمر بيعمل كده كان يحاسب نفسه قبل ان ينام وهذا ما علمنا اياه الحبيب قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الاماني.